هذه الأبواب الإعلامية والتحسيسية بالنسبة لإداء تصريح السنوي للأجور. من هنا نحث ونطلب من كافة المستخدمين التابعين للولاية أن يقوموا بإداء هذه التصريحات لما لها من مزايا وفوائد تعود عليهم وعلى كافة المؤمنين لهم اجتماعيين. سجلنا العام الماضي 80% من المستخدمين قاموا بإيداع هذه التصريح السنوي، والسنة الحالية في 2022 يعني منذ انطلاق العملية منذ 1 جونفي إلى يومنا هذا رانا في حوالي 35%، وهذا الرقم يعني يمكن اعتباره مقبول وجيد. علاش؟ على أساس أن 10 أيام الأخيرة هذه راح تعرف إداء هذه التصاريح، ويمكن الوصول إلى 80 و85% بكل سهولة إن شاء الله.